حيوان تدريبي ويقول لك درب تطوير واستخدام احلال الكره، احلال الكره، احتفاظ بالكره في التنس، وتلعب 4 ضد 4 منطقه 40 في 40 كل فريق يهاجم هدفين ويدافع عن هدفين، بس منهم الهدفين اللي يهاجمهم والهدفين اللي يدافع عنهم انت تقرر. قد يكون الفريق الاحمر يدافع عن ذني ويهاجم ذني، او يدافع عن ذني المتقابلات ويهاجم ذني، انت يعني صاحب الخيار في هذا الامر. ما في التمرين يعني نقاط تدريب كثيره، سواء انه اكو مدرب مجهز خارج الساحه دائما يلعب الكره، وهاي تكون اهداف صغيره، اهداف ما بيها في الراس مرمى 3 ياردات 4 ياردات بعلامات بسيطه، ويستمر الفريق في حيازه الكره من اجل خلق فرصه ان يضع الكره في احد الاهداف مع المنافس. بس الفريق المدافع يقطع الكره يتحول الى مهاجم وبالعكس. سؤال التمرين باتجاهات 4، التمرين بما يعرف بالتحول من الدفاع للهجوم من الهجوم للدفاع، تمرين جيد، تمرين بحيازه، لان انت 4 عندك اكيد راح يكون ضغط 1 ضد 1 اكيد بالتاكيد، فتحتاج انت كفريق حاد على الكره ان ايش تعمل؟ ان تهاجم وتتحرك اسرع ما يمكن، وتستخدم لان 40 في 40 4 في 4 8 لاعبين داخل الساحه، استخدام ما يعرف بالكومبينيشن، لعب الكومبينيشن يكون مهم ويكون مفيد في مثل هذه الحاله. التمرين ما لي غير انه الفريق الحائز على الكره يشوف يقول لك حافظ على الكره كيب ذا بول من خلال المناورات القصيره اند سويتش بوينت اوف، وغير اتجاه اللعب او نقطه الهجوم. في التمارين اللي تلعب على 4 اهداف يعني 2 هدفين دافع عنها و 2 هدفين تهاجمها او اكثر، هو هاي التمارين مصممه اصلا لما يعرف بتغيير نقطه الهجوم او تغيير اتجاه اللعب. هذا من مهمة من المسائل انه كثرة الاهداف، لكن انت الان هدفك الرئيسي هو البول بوزيشن وايش؟ والتسجيل، لان عندك هدفين، لان احنا حطينا بيربس هنا، حطينا غرض للاربعه والاربعه، حتى ملاعبين اخوان مو يعني 4 ضد 4 وانتهى، ممكن ان تصير 6 ضد 6 تكبر المساحه، ممكن تصير 8 ضد 8 تكبر المساحه، ممكن ان تضع اهداف حقيقيه 4 حراس مرمى. هذا هو التطوير في كره القدم. يعني انت الاتحاد الاسيوي يفتح لك باب، لكن باب التطوير يرجع لك وللمحاضر اللي يشجع التطوير دائما. شوف بسيط، منطقه اللعب 40 في 40 متر، انا بالياردة اشتغل كرات واربعه احمر واربعه ازرق مثلا، 4 اهداف صغيره 2 متر ارضها، 4 في 4 8 لاعبين بالتاكيد، والاربعه ضد اربعه لاجل دفاع عن هدفين والتسجيل في هدفين. وهذه نقاط التدريب واضحه وبسيطه، وانا اضع لك ماده بسيطه حتى تعينك على تأدية واجباتك المطلوبه في الدورات التدريبيه كلها. سي هاي التمارين تستخدم في السي بالبي بالاي، لكن بها تمرين. يعني انا اذا استخدم هاي بالسي واجي اغير هاي واحط اهداف حقيقيه بالبي، واجي اغير هاي واسوي 8 ضد 8 واهداف حقيقيه بالاي، يعني سويت مشكله؟ ما سويت مشكله، وانما تدرجت في تدريب هذه الوضعيه. فهذا الجيد لمن يطلب منه تطوير لعب الحيازه كره القدم من اجل غرض، الغرض شنو هو؟ تسجيل الاهداف. انا دكتور محمود، هذا برنامجي يسمى برنامج التعليم المستمر لتطوير المساعدين، لمساعدة المدربين، لتطوير المدربين الأساسيين، لتطوير طلاب الدورات التدريبية، لتطوير طلاب كليات التربية الرياضية قسم التدريب كرة القدم، بس مساعدة لبرنامج لا يتوقف عن التعليم المستمر. وأنا دائما أقول إذا تأخذ مصدر اذكر المصدر، هذا الـ AFC Manual Coaching. شكرا للدورة دي طبعا، شكرا.